درت واحد الوضعية ديال التشخيص. فبالنسبة لهاد الدواوير تم على الصعيد الحكومة الاتفاق باش يكون يتم التزويد ديالها بشاحنات صهريجية اللي كتجيب الماء مباشرة للمناطق اللي متضررة. وبالنسبة للمراكز المركز اللي سجلنا فيه يعني بعض الأضرار على الشبكة ديال التوزيع هو المركز ديال ثلاث نعقوب والإخوان ديال المكتب الوطني للكهرباء والمعسر للشرب قطاع الماء بصدد إجراء الأشغال، ولكن هذا لا زعما لا يؤثر على تزويد ديال الساكنة والمركز من أسرع الشرطة.